الحرب في لبنان أغلقت دروباً ولكنها فتحت قلوباً. جمعية سطوح بيروت نموذج للمبادرات الخاصة التي تحولت خلية نحل في خدمة أهالينا النازحين وفي كل لبنان. بدك تبلشي من عكار وصولا للرماش، يعني غطينا بعكار، غطينا ب بدك تطلعي على المتين، على نزلنا حتى الرميلي، نزلنا صيدا، حارة صيدا، بعلبك اكيد على بعلبك الهرمل كمان وصلنا. التطوع هي الكلمة السحرية التي تقود هؤلاء نساء وشباب من مختلف الانتماءات الطائفية والثقافية، اجتمعوا هنا تلبية لنداء التكافل الاجتماعي بين اللبنانيين. أنا عندي واجب وطني أنه ساعد إخواتي يلي اضطروا يتهجروا من مناطقهم، سو أنا جيت كتبرع شخصي، صار لي 3 أسابيع على الأرض. عايشة بأفريقيا، عشت 20 سنة، وأنا كتير بحب لبنان وحابة فرجي قديش هالبلد حلو. من بين رفوف المساعدات الإنسانية تحاول الفتنة أن تتسرب، ولكن هذه الرسالة لها. إلى كل حدا بفكر أنه العودة إلى الحرب الأهلية أو إلى الفتنة الداخلية اللي يسعى إلى عدونا هي طريق سهل لحتى هو يلاقي لبنانه بهيدا المحل، بقلكن ما لح نوصل لنتيجة. نحنا ما مندمر عدونا إلا باتحادنا، بوحدتنا، باللي عم بتشوفوه بسطوح بيروت. أضئ قلبك شعار ووتيرة يعمل على وقعها هؤلاء. تخطوا الخلافات إن وجدت، لأن الوقت هو للمساعدة ولا شيء سوى المساعدة. من سخرية الأقدار أن يكون للحروب وجه مشرق، إنها القلوب البيضاء التي تنبض أكثر بين اللبنانيين عند المحن. من الأشرفية في العاصمة اللبنانية بيروت، غراسيا بيتار، الميادين.